ذب حضامي وحول أعمامي مصرعا وجملة الأولايا وويلا حسين أبويا ذبح برض الغاضرية إن ذبح ضامي وما يا الشرب قطرة أمي داست على صدرايا خيول الأعوج وراسهم علقين العدا يا إبراس ميا هيهات ما أنسى أبويا فوق تربة ذبحاه وسف بكربلا يا مظلوم عطشا وراسهم علقينا يا وسف راس لسنا وجثة الوالي بلا دفين ظلت بلوهايا قال سيدنا ومولانا الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام أيها القوم إن الله تعالى وله الحمد قد ابتلانا بمصائب جليلة وثلمة في الإسلام عظيمة قتل أبو عبد الله الحسين وعترته وسوب تأبينية التي ألقاها الإمام زين العابدين عليه السلام في المدينة المنورة أو على أطرافها قبل دخولها أثناء رجوعه إليها السؤال الذي يطرح على ضوء هذه الكلمة لماذا ركز الإمام السجاد عليه السلام على قضية مقتل أبيه الإمام الحسين